اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا اهلا، خليني بس اكتب عنوان اللايف. اهلا الي، يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. وكل عام وانتم بخير. هذه اول مره اطلع انطل يعني اقابلكم من بدا رمضان، وان شاء الله يا رب تكون بدايه خير. طبعا احنا حنبدا ان شاء الله نواي رمضان، الجدول اللي حطيناه. بليز خليكم معنا كل يوم احد الساعة 11 عشان نبدأ نطبق مع بعض. شكرا يا موزة، شكرا يا ولا. طب اسمحوا لي بس اشرب قهوة لاني ما تقهويت وراسي يعني، عشان نطبق التمرين مع بعض زين. عندي ايرس بعد الحين. تقهويتوا انتو؟ متأخرة 7 دقايق، أدري والله أدري، بس يعني أسوي قهوة. والله ما تقهويت، لا وجيت لقيت الدلة فاضية. على قلبكم، شكرا شكرا. طيب إيش فكرة ال أو قبل قولوا لي كيف، خلنا ندردش شوي قبل ما هذا. ما تقهويت للآن ما شاء الله، في أحد زيي يعني؟ أوكي، في ناس تقول أشرب شاي. الله يعافيكم، جالسين نتقهوى ونسمعك، الله يسعدكم. بسم الله. أنا بخير يا حبايب قلبي، أنا بخير الحمد لله. طيب خلونا نتكلم شوي عن اجتماعنا اليوم وإيش بنطبق باللايف وإيش هي نوايا رمضان. أول ما بدينا الشهر كنت دائما أتساءل كيف نقدر نستغل طاقة الصيام وطاقة التنظيفات في إنه إحنا ننظف مشاعرنا كمان، وننظف الأشياء المزعجة أو أي بلوك أو أي معيق عندنا إحنا نجهله أو ما نعرف عنه. ففي عندنا تمرين من تقنيات التي إف تي، من مدرسة التي إف تي، يعتبر من أقوى التقنيات اللي نستخدمها، واللي هو اسمه تمرين تصحيح الانعكاسات النفسية. وأي ممارس تي اف تي موجود معانا اليوم في البيت، سواء من طلابي أو أي ممارس، يعرف مدى قوة هذا التمرين وأنه جدا فعال وأنه يساهم في تشافي السريع. فباختصار احنا نطرق هذه النقاط واحنا مركزين على الهدف. طيب في ناس تقول أركز على الهدف ولا أركز على البلوكات ولا أركز على إيش؟ ركز على الهدف، ولما تركز على الهدف حيجي عندك الشعور. يعني مثلا لو انت تبغى سيارة، طيب لما تفكر بهذه السيارة يجيك شعور انه يا الله كيف بجيبها وانا مثلا راتبي ما يكفي او عندي ديون او 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 اي شيء. شفت هذه الكلاكيع، هذه المشاعر، مش يعني الاحداث، الكلاكيع المشاعر اللي متخزنة بالتمرين باذن الله نقدر نتخلص منها. طيب فانا اليوم راح اطبق معاكم التمرين، وبعدين من اليوم للاسبوع الجاي انتم حتستمرون عليه بنفس المشكله اللي حنشتغل عليها اليوم. حاب تكمل معانا نفس المشكله، اوكي، حاب تختار لك موضوع ثاني براحتك، تمام. وين تلقون التمرين؟ تقدرون ترجعون تشوفون هذا اللايف مره ثانيه، او تفتحون قناه التليجرام، نزلت فيه الفيديو، نزلت النقاط، نزلت كل شيء. ايش هي السايكولوجيكال ريفرسل او الانعكاسات النفسيه؟ في مدرسه تي اف تي ندرس انه الجسم فيه قطبيه موجبه وقطبيه سالبه، وهذا الشيء المتعارف عليه. لما يصير الشخص عنده سايكولوجيكال ريفرسل او انعكاس نفسي تختلف هذه القطبيه، بالتالي القطبيه السلبيه تكون اكثر. فايش يصير؟ يصير ان الشخص مثلا يبدا يفكر بافكار سلبيه، يبدا يتكلم عن نفسه بنيجاتيف توك، تعال تعال انت ليش زعلان، تعال
تعال سلم عليهم سلم عليهم. يبدأ يتكلم عن نفسه يفكر عن نفسه بكلام سلبي، مزاجه يتغير، يبدأ من أكثر الصفات اللي موجودة في psychological reversal أو الشخص اللي يكون عنده انعكاس إنه يعكس الحروف والكلام، يعني يبغى يقول يمين يقول يسار، يبغى يتكلم أرقام تلقاه يعكس الأرقام. فإحنا بنطبق هذا التمرين على أهدافنا وبإذن الله حنستفيد. طيب اليوم نيتنا عن الخوف والقلق، فأي شخص عنده مشاعر خوف أو عنده مشاعر قلق أو عنده شيء خايف منه أو عنده قرار خايف أنه يتخذه أو يعاني من القلق تجاه المستقبل أو يعاني من القلق على عائلته أو يعاني من القلق على نفسه، أي شعور عندك له علاقة بالخوف والقلق اشتغل معانا اليوم فيه. طيب، واللي تخاف من القطط طبق التمرين. اللي تخاف من القطط طبق التمرين على القطط، اوكي ما عندك مشكلة، هذا آيريس اليوم بيساعدك. طيب عندي مشكلة عدم تركيز على أغراضي، اوكي طبق التمرين، التمرين يساعد في التركيز. تمام، زي ما قلت تقدرون ترجعون تشوفون هذا اللايف مرة ثانية، بسم الله عليك، أو تفتحون قناة التليجرام وتلقون التمرين موجود. أوكي، خوف من الفقر، خوف من القطط، دائما أفقد أغراضي. نعم اللايف هذا مسجل. عنده نوع من المخاوف، طبقوا هذا التمرين. هذا التمرين ليست لتحرير المخاوف، أوكي؟ تقنيات التي أفتي فيها تمارين كثيرة، فيها تمارين نقاط محددة في الجسم خاصة للخوف، فيها نقاط محددة للجسم خاصة للتأنيب، خاصة للخجل، كل شعور عندنا له نقاط محددة. هذا التمرين مش لتفريغ المشاعر، أوكي؟ هذا تمرين عام يساعد في فك البلوكات اللي تمنعك من أنك أنت توصل لهدفك. هذه نقطة لازم تكون جدا واضحة عشان ما يجي أحد بعدين يقول أنا ما حسيت بفائدة، ما راح الخوف. لا، هذا مش تمرين تخلصك من الخوف، هذا يفكك البلوكات اللي تمنعك أنك تتخلص من الخوف أو أي معيق عندك أو أي فكرة أو أي معتقد أو أي شعور. أوكي، اللي يبغى تمارين الخوف عندنا على الأكاديمية تمارين خوف، اللي يبغى تمارين تحرير الغضب عندنا على الأكاديمية برامج تحرير الغضب، اللي يبغى التعلق العاطفي عندنا كمان على الأكاديمية برامج التعلق العاطفي. واليوم إن شاء الله راح أقدم لكم في آخر اللايف هذا هدية أو عرض خاص على هذه المشاعر اللي قاعدين نتكلم عنها. طيب خلونا الحين بسم الله نبدأ نطبق التمرين عشان ما نضيع الوقت، وبعدين ممكن نجاوب على أسئلتكم. أوكي يلا، طبعا خلونا نضع نية جماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، ننوي ان كل الموجودين معنا اليوم، اللي معانا الحين واللي بيشوف اللايف بعدين واللي بيشوفه بعد شهر واللي بيشوفه بعد سنة واللي بيشوفه بأي وقت، انه يستفيد من نوايانا جميعا. نسأل الخالق سبحانه وتعالى انه يسخرنا البعض ويساعدنا انه احنا نساهم في تشافي بعضنا البعض، ونسأل الخالق في هذه الايام الكريمة انه يساعدنا نتخلص من اي مشكلة احنا نعاني منها ويدعم تواجدنا اليوم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نبدأ. أول شيء ركز على الشعور المزعج عندك تجاه الشيء اللي تبغى توصله، يعني مثلا عندك خوف من المستقبل، أوكي ركز على هذا الخوف. عندك خوف من أنك تفتح بزنس، ركز على صورتك وأنت تفتح البزنس. عندك تخاف من إيش بعد، تخاف أنك تكون غني مثلا، ركز على صورتك وأنت غني، أوكي وشوف إيش الشعور اللي يطلع عندك. طيب يلا ركزوا، اسمحوا لنفسكم انكم تغمضون عينكم عشان تركزون، عشان حتى جسمكم يتفاعل مع هذه المشاعر. لا ركزوا على شيء واحد بس، اللي يقول ان عادي نركز على اكثر من شيء، لا ركز على شيء واحد بس. عندك التمرين هذا اشتغلي عليه زي ما تبين بعدين. اوكي تقول تخاف من المواجهه، اوكي ركزي على الخوف من المواجهه، ركزي على صورتك وانت خايفه انك تواجهين احد او تتكلمين مع اي احد. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدا، راح نطرق جانب اليد، ما يفرق اليمين او اليسار.
تحت الأنف. تحت الفم. الإصبع الأوسط. جانب العين. تحت الترقوة. تمام. الآن راح نركز على هذه الفكرة، راح نركز على الشيء اللي احنا خايفين منه، راح نرجع نعيد التمرين، ولكن راح نحط بعض التوكيدات الإيجابية. اوكي، اريد ان اتخلص من هذا الخوف، اسمح لهذا الخوف انه يتحرر مني، سوف اتخلص من هذا القلق، اسمح لهذا القلق ان يتحرر مني، انا مستعد ان اواجه هذا القلق او ان اواجه هذا الخوف. الاصبع الاوسط، جانب العين. احرر كل الصدمات التي تمنعني من الوصول الى هدفي. تحت الترقوة. انا مستعد ان اصل الى هدفي. ممتاز، رح ناخذ نفس عميق. ممتاز ممتاز، تقدرون تطبقون تنفس الترقوة بعد هذا التمرين. اوكي، الافضل انك تطبق هذا التمرين 3 مرات في اليوم. طيب، الافضل انك انت تطبق هذا التمرين 3 مرات في اليوم. حط لك منبه مثلا الساعة 9، الساعة 1، بعد الصلاة العشاء. حط لك منبه انه لما يرن تبدأ تفتح هذا التمرين وتطبقه. وين مكتوب؟ مكتوب في التليجرام. اوكي، كل مرة تركيزك يكون على مشكلة واحدة فقط. فاليوم اللي طبقناه الحين راح نستمر عليه لمدة اسبوع، كل يوم 3 مرات في اليوم. راح تبدؤون تلاحظون مشاعركم راح تتغير، راح تتوازن، ممكن نظرتك تتغير، ممكن احداث حياتك تتغير بدون ما انت تسوي ولا شيء. ليه؟ لانه طاقتك تغيرت، لانه هذا التمرين يأثر على طاقتك. على اني اسوي لوحدي يوميا بس مع الجماعة التمرين قوي، صحيح يا امل؟ صحيح، احنا كلنا موجودين قاعدين نطبق مع بعض. ومرة من المرات كنا موجودين في دورة جوان كلهان لما كنت اتعلم TFT. كويس تذكرتيني بقول هذه القصة. لما كنت اتعلم تقنيات TFT كانت في وحده تقول انه انا بنتي تعبانه، ايش رايكم نسوي لها تابينج جماعي؟ فقلنا اوكي، قعدنا كلنا في حلقه، تمام، وفوكست على البنت وركزنا عليها تحديدا هي، وبدانا بالطرق لها. فكانت الطاقه جدا 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 قويه، لانه احنا كلنا اجسام، احنا كلنا طاقات، احنا كلنا ترددات. اوكي، فانتم كلكم اليوم موجودين قاعدين نشتغل على شيء واحد، على الخوف وعلى القلق. اللي يسأل كيف أشوف النتائج، هو ما هو سحر، هو تمرين حتطبقه 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع على نية الخوف والقلق، وبإذن الله راح تبدأ تشوف أحداث جميلة أو مشاعر طيبة تجاه الشيء اللي أنت قاعد تشتغل عليه. اليوم طبقنا هذا التمرين عشان إحنا مجموعين، عندنا تقريبا 220 شخص موجود معنا اليوم، كلنا مركزين على شيء محدد، كلنا مركزين على نية محددة عشان أعلمكم هذا التمرين وبنفس الوقت تستمرون عليه. كمان عندنا تعليق تاني تقول دائما اسويه بس هالمرة قوي عشان الجماعة. برافو عليكم، برافو عليكم، ما شاء الله في عندنا اشخاص يعني حاسين بالطاقة. بس حضرتك قلتي انه ما يعالج الجذر، صحيح، هو ما يعالج، هو ما يحرر الشعور. هذه النقاط ما فيها نقاط خوف، نقاط الخوف في TFT مختلفة، ولكن احنا في تقنيات TFT نستخدمه انه يفكك لنا اي بلوك او اي معيق يمنعنا من ان احنا نوصل للهدف. بليز لا تكونون مرة ديتيل، لا تحقدون الموضوع، خذوا التمرين طبقوا واستمتعوا فيه. فاد اوكي، ما فاد
استفدتم الطاقة الجماعية. Take it easy. أبي أصير مدربة TFT. أكيد تقدرين تصيرين ممارسة وتقدرين تصيرين مدربة، وإذا حابة أنا أعلمك تقنيات TFT تواصلي مع فريق العمل، اكتبي اسمك وأول ما نعلن عن الدورة تنضمين معنا. في رمضان ما راح تكون في دورة تعليم TFT إن شاء الله بعد العيد. بالنسبة للشيء الثاني اللي كنت أبغى أقول لكم عليه، في بداية الشهر قلت إنه إن شاء الله هيكون عندنا فيه عروض وهدايا وأشياء جميلة، منها النوايا الجماعية. الشيء الثاني اللي أبغى أتكلم عنه اليوم هو برنامج رحلة تغيير. أول ما دخلنا كثير ناس سألوا هل هذا التمرين يعالج الخوف، هل هذا التمرين يعالج التعلق، هل يعالج الخوف من خيانة زوجي. طيب كل هذه الأشياء تقدر تساعد نفسك فيها عن طريق انك انت تشتغل على جذر المشكلة او جذر الشعور. يعني مثلا اذا انت تخافين ان زوجك يخونك، معناها انت متعلقة فيه، او انت متعلقة بزوجك جدا، ما تبيني يروح، ما تبيني يجي، ما تبيني يتكلم لا يمين لا يسار، معناها انت تخافين تفقدينه. فاصل التعلق هو خوف، تمام؟ ففي عندنا برنامج التعلق العاطفي، من خلاله تقدرين تطرقين نقاط محددة مختلفة عن اللي طبقناها اليوم، بحيث انه هذا الشعور عندك يتزن، فبالتالي السلوك اللي قاعدة تمارسينه يختفي. طيب برنامج رحلة تغيير اطلقته العام الماضي، هو برنامج مكون من 4 برامج. البرنامج الاول برنامج تحرير الغضب المكبوت، البرنامج الثاني التخلص من التأنيب وجذب الذات، البرنامج الثالث تحرير الصدمات، والبرنامج الرابع فك التعلق العاطفي. هذه 4 مشاعر ليش؟ من خلال خبرتي في مع أكثر من 2000 شخص قدمت لهم استشارات خاصة، هذه المشاعر هي من أكثر المشاعر اللي موجودة عند الناس واللي تخلي طاقتهم جدا منخفضة، مشاعرهم جدا منخفضة، معيقاتهم أكثر، لأنه في أكثر من شيء موجود عندهم. يعني أنا مو بس عندي غضب، أنا عندي تأنيب، أنا أنب نفسي، أنا مو بس متعلقة، أنا عندي صدمات. فلما يجيني برنامج كامل يحتوي على كل هذا الباكيج أمسكه وعلى قولتهم أشخل نفسي أشخل المشاعر اللي عندي، بالتالي أقدر أنا أطلع المستخبي. فبرنامج روح التغيير صممته خصيصا اني انا اشتغل على هذه المشاعر، كاني انا ابدا من الصفر، كاني انا ابدا من الاساس في التنظيف. فاللي حاب انه يستغل طاقه رمضان في التنظيف فعلا انصحك في برنامج روح التغيير، لانه جدا بيساعدك. اطلقته العام الماضي واشتركوا معي كثير اشخاص، وبفضل الله بفضل الله كانت النتائج جدا رهيبه. اللي كان يعاني من جذب الذات الحمد لله تخلص منه. في اشخاص كانوا خايفين او عندهم مشاعر تعلق، سواء باهداف سواء بشريك حياه باي شيء عندهم، كمان البرنامج فك التعلق جدا ساعدهم. فان شاء الله العرض اللي حيكون موجود على برنامج روح التغيير فقط في رمضان حيكون راح اقدم لكم خصم 50% على هذا البرنامج لمدة 3 ايام فقط ابتداء من اليوم. طيب طبعا في تعليق مرة حلو، جميع البرامج اللي تكلمت عنها قبل شوي في رحلة التغيير اللي هي 4 برامج، هي ما هي برامج عادية، ما فيها تمارين عادية، لا، كل التمارين اللي فيها هي تمارين TFT، تمارين طرق، كلها 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 اي شيء اقدم لك تاكد انه باذن الله حيكون في TFT، لانه هذه هي الخلطة السحرية حقتي. فمن خلال هذا البرنامج حتاخذ التمارين حتطبقها حتستمر عليها، بعد ما تخلص حتكون في تاملات، تطبق التاملات وبعدين تشوف الشعور كيف حيكون عندك. فهو مش بس تقنيات TFT، لا، هو حيعرفك على الشعور، لانك لازم تفهم ايش الشعور اللي انت تمر فيه، من وين جاي، من وين الجذر، عشان انت تقدر تساعد نفسك انك انت تطلع الجذر. بعدين حتعالج نفسك بتقنيات TFT، التمرين حيكون عندك موجود مسجل تقدر تطبقه اي وقت. بعد ما تخلص حتطبق التأملات بترتيب معين بتسلسل معين حتمشي عليه، وبإذن الله حتشوف النتائج بالتدريج، بس يحتاج انك انت تفتح هذا وتشتغل بهدوء وروية. دائما تذكر انه احنا طول عمرنا تعرضنا لصدمات، طول عمرنا تعرضنا لمشاكل او لأحداث
I'm not trying to be negative. ما راح أحاول إني أنا أكون شخص سلبي، لكن أنا واقعية. أنتوا عندكم مشاكل وأنا عندي مشاكل. أنتوا تضيق صدوركم حتى أنا أضيق صدري، عادي، أنا زي زيكم. فما أتوقع إني أنا أخذ تمرين أطبقه تك 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 يلا بطلع النسخة الجديدة يلا بنطلق. لا، عمرك ما تسوي كذا، لأنه هذا يعتبر تدمير ذاتي. عمرك ما تتوقع توقع عالي زي كذا، لأنه هذا اسمه تدمير ذاتي. دائما خذ الأمور بروية، دائما طبق واستمتع، لأنها رحلة. عشان كذا البرنامج اسمه رحلة تغيير. الأشخاص اللي قاعدين يتكلمون إنه حابين نشترك، ابشروا إن شاء الله بعد اللايف اليوم راح أحط لكم رابط الاشتراك. خصم حيكون 50% لأول مرة أقدم هذا الخصم من أول ما طلعت البرنامج، لعشان رمضان وأبغى الجميع يستفيد. 50% راح يكون لمدة 3 أيام فقط ابتداء من اليوم، راح يكون موجود، وبإذن الله حتستفيدوا منه. بعد كذا حيرجع السعر الأصلي، حتحصلون على تأملات عميقة، تمارين TFT، بالإضافة أنه راح يكون في لقاءات أو لقاءين أسبوعين مع المشتركين. بعد ما تشتركون راح نحدد يوم، راح أحدد لكم يوم نتكلم فيه مع بعض، أخذ أسئلتكم، تكونوا أوريدي طبقتوا شوية بعض التمارين. حطلع معكم يعني على برنامج زوم، لأنه مشتركين ما راح يكون لايف، حبدأ أخذ أسئلتكم. فحيكون لقاءات خاصة مع المشتركين حتى أني أنا أقدر أجاوب على أسئلتكم، لأنه لما تنظف شعور أنا أتوقع أنه ممكن يطلع عندك شعور جديد أو تطلع عندك صدمة. فمن الضروري أني أنا أكون معك وأتابع معك. فأيضا حيكون عندنا لقاءين خلال هذا الشهر بإذن الله للمشتركين حتى أجاوب على أسئلتهم. إن شاء الله كل التفاصيل اللي قاعدين تسألون عنها راح أحط لكم إياها في لاندينج بيج أو في صفحة التسجيل بعد ما نخلص إن شاء الله اللايف. التمارين رغم بساطتها مفعولها قوي جدا. صحيح يا أمل، صحيح. البث محفوظ. طيب لمين يصلح هذا البرنامج؟ لمين يصلح هذا البرنامج؟ هذا السؤال كثير يجيني. يصلح هذا البرنامج برنامج رحلة التغيير للأشخاص اللي حابين أنهم يبدأون شيء جديد، يعني حاب أنك تنظف مشاعرك. إذا أنت مو حاب أنك تنظف مشاعرك، مو حاب أنك تطل إيش في جوا، تطلع تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، لا تشترك. إذا أنت حاب أنك أنت تنتقل من مرحلة وعي إلى مرحلة وعي مختلفة ويصير لك شفت، and I literally mean it، وأعنيها بالحرف، يصير لك شفت، لأنك أنت قاعد تشتغل على مشاعر جدا قوية، وهي تعتبر من أخفض أو يعني أنزل مستويات المشاعر على سلم هاوكنز، اللي هي العار، الغضب، الخوف، تعتبر من المشاعر السلبية على سلم هاوكنز. فلما بمجرد ما أنت تقدر تنظف هذه المشاعر العالقة عندك رح يرتفع مستوى وعيك. فإذا أنت مستعد أنك أنت تبدأ بهذه المشاعر الأساسيات تنظفها وتنتقل من مرحلة لمرحلة، هذا البرنامج جدا راح يساعدك. أيضا راح يساعد الأشخاص اللي حابين أنهم يسألون نفسهم بنفسهم، مو حابين أنهم مثلا يأخذون استشارات خاصة، أو مو بقدرتهم يأخذون استشارات خاصة 1-to-1 session مع مدرب. حاب أني أنا أبدأ مع نفسي ويكون هذا التمرين عندي أي وقت أقدر أطبقه، إذا مو في رمضان في أي وقت ثاني. هذا التمرين، هذا البرنامج راح يساعدك، بس أنا أفضل أنك تطبقه في رمضان. طاقة التطهير الآن جدا عالية، احنا كل يوم نصوم، احنا أجسامنا ما يجيها ماي، أكل، شرب لمدة معينة من النهار، فجسمك ريلاكس، جسمك هادي، جسمك ساكن. فهذا هو الوقت الصح اللي أنت تطلع اللي مزعج عندك وتعالج نفسك. ليه؟ لأنه عندك سكون في الداخل. بكرة حلقة بودكاست نفس رح نتكلم عن فوائد الصيام، فضروري أنكم تسمعونها بما أنكم اليوم موجودين وحابين تطبقون تمرين تصحيح الانعكاسات. طيب متى يبدأ البرنامج وكم مدته؟ بمجرد ما أنك تشتركين حيفتح لك البرنامج، فهو يعتمد عليك، موجود على الموقع. بمجرد ما تشتركين البرنامج رح يكون لك. كم مدته كمان يعتمد عليك، هو مو برنامج واحد، هو برنامج مكون من 4 دورات أو برنامج مكون من 4 برامج. فit depends on you، كل مرة تشتغلين على نفسك قد إيش راح تخلصين، ولكن خذوها بالتدريج. جميل البودكاست، شكرا شكرا. حلقة بكرة جدا جميلة، وعندنا ضيفة شاركتنا
يعني كانت معنا في الحلقة، إن شاء الله الحلقة هتعجبكم. بالنسبة للاستشارات الخاصة حالياً عندي مغلقة، الجدول جداً 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 مزدحم إلى ما بعد العيد، فالاستشارات مغلقة، ولكن ممكن تتواصلون مع رنيم تحطون اسمكم وأول ما نفتح التسجيل نرجع نتواصل معكم. هل في فك التعلق بالمال؟ نعم، في عندنا في برنامج رحلة التغيير برنامج خاص لفك التعلق وقطع الحبال الأثيرية، وهو تمرين طاقي، يعني مو بس تمرين TFT، لا عندنا تمرين طاقي قطع الحبال الأثيرية لفك التعلق. هاي كوتش سماح، أنا سماح، أهلا يا سميتي. البودكاست حقك جدا جميل، شكرا 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 على كلامكم الحلو، شكرا. بس المشترك أو عادي أخواتي يمارسون التمرين؟ شوفي يا سدرة، التمرين لو هو برنامج واحد ممكن أقول لك إنه عادي أخواتك يشاركون فيه، لكن هو برنامج من 4 دورات، فالأفضل إنه كل شخص يستغل هذه الطاقة له. يعني أنتي استثمرتي في نفسك، فأنتي بذلتي سعيتي عشان تأخذين النتيجة، أوكي؟ ففي طاقة أخذ وعطاء، فاسمحي لأخواتك إنهم يمارسون نفس الطاقة، طاقة الأخذ والعطاء. دائما لما تبغى تستفيد من الشيء، ما راح أقول إنه الأشياء المجانية ما هي مفيدة، لا بالعكس، الأشياء المجانية مفيدة جدا، أوكي؟ بس دائما لما تبغى تشترك في أي دورة أو تبغى تشتري أي شيء برودكت في السوق، ملابس، أي شيء تعطي أي أحد، دائما تذكر طاقة الأخذ والعطاء. لما تعطي أنت حتاخذ، اوكي؟ بس ما يصير انا اخذ 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 وما اعطي، ما الطاقه حتكون ركيكه، انت حتتاثر، يمكن فائدتك ما تكون جدا قويه. التمرين جدا عجيب، والتي اف تي من التقنيات الجميله والامنه وسهله تطبيقها، المهم التركيز على الشعور المراد عشان نحصل على نتيجه. 100% صحيح ابتسام، لانه اسمها تي اف تي ثوت فيلد ثيرابي، فانا احتاج اني انا اكون في مجال الفكره، احتاج اني انا اركز على الفكره. اذا انا تركيزي مش على الفكره، باي باي التمرين. البودكاست كثير يلهمني دائما، واحبك سماح لاني اضفتك بالصدفه وفخوره بنفسي اني لقيت. يا حبيبتي شكرا 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 شكرا. اللي ما يقدر يطبق الدورات مره خمول وكسل، هذا هروب. وين احصل حساب التليجرام؟ حطيته اليوم على الستوري، موجود على الستوري. لما أشترك تتغير طاقة بنتي بتغير طاقتي؟ شوفي، طاقة الأبناء مرتبطة بطاقة الأمهات، طبقي على بنتك وطبقي عليك. إذا بنتك صغيرة حطيها في حضنك وطبقي عليها. اللايف محفوظ، ما يحس بالحاجة والأهمية للدورات غير اللي يبذل مال وجهد تجاهها. صحيح، الإيجو يحاول يخرب إذا بدأ الشخص يعمل على نفسه من هالتقنيات وغيرها، هل من حل؟ معلش ما فهمت السؤال. الإيجو يخرب عليك تنظيف مشاعرك، يعني إنك إيش؟ إيش تقول لنفسك؟ إن أنا ما فيني شيء؟ ما هو علاج القولون؟ لا انا ماني دكتورة، انا ماني دكتورة، بس تقدر تشوف او تقدرين تشوفين هايلايت القولون العصبي، وكيف تقنيات TFT تقدر تساعد، ما تعالج، تساعد في التخلص من الضغوطات اللي سببت لك القولون العصبي. شلون اقدر اتخلص من العصبية وتصير مشاعري باردة؟ انضمي معنا في برنامج رحلة التغيير، في برنامج خاص للغضب والقهر المكبوت. يعني أنا مو بس سويته للغضب، لا لا لا، القهر المكبوت، الغبنة اللي قاعد في قلبي هنا اللي ما طلع، أوكي؟ ما هو بس غضب، غضب وقهر مكبوت.
راح نطول عليكم عشان تقدرون تشوفون هذا اللايف بعدين. فإذا نرجع مرة ثانية نقول إنكم التمرين اللي طبقناه اليوم من فضلكم التزموا فيه 3 مرات في اليوم، اللي حاب يعني التزموا فيه 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع. راح نركز كلنا على نوايا القلق والخوف اللي عندنا، ونسأل الخالق دائما إنه يحررنا منها. شكرا لوجودكم معي اليوم، كل شخص تواجد معي اليوم استفاد من الطاقة الموجودة. احنا كلنا داعين لبعض، كلنا موجودين بنية انه كل شخص يتشافى عن طريق الشخص الثاني. احرص انك تكون متواجد معي الاحد الجاي الساعة 11 مساء، حنطبق نية جديدة. اذا عندك اي سؤال اسألني على دايركت مسج. اذا حاب تستفيد من التمرين راح تلقاها موجودة على قناة التليجرام. وين قناة التليجرام؟ حطيتها لكم في الستوري. واخيرا عندنا خصم على برنامج رحلة التغيير، اللي هو مكون من 4 دورات أساسية، اللي هي مشاعر الغضب والقهر المكبوت، جلد الذات والتأنيب، الصدمات، وفك التعلق العاطفي. هذا البرنامج راح يكون عليه خصم 50% لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم. أيضا راح أحط لكم الرابط على الستوري. ألقاكم إن شاء الله الأحد الجاي بكل خير وكل حب. شكرا لوجودكم، تصبحون على خير.